الاقتصاد الجديد القائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة، فإن التوجهات الجديدة للوكالة تعتمد على مقاربة متوازنة تسعى من خلالها إلى ترقية نظام بيئي للمقاولاتية ديناميكي يحفز الشباب على إنشاء تمويل وتطوير مؤسسات مصغرة عالية الأداء وتخلق قيمة مضافة مستدامة، حيث تعتمد هذه التوجهات الجديدة على ثلاث محاور رئيسية، وهي: المحور الأول يعنى بمواصلة وتعزيز مرافقة الشباب حاملي المشاريع وتطوير سبل الدعم من حيث برامج التكوين المتخصصة وكذا تنويع صيغ التمويل. المحور الثاني يسعى إلى تكثيف العمل المشترك مع مختلف الفاعلين من هيئات ومؤسسات حكومية، شركات عمومية وخاصة، شركاء اجتماعيين، بهدف تطوير نظام بيئي للمقاولاتية والمؤسسات المصغرة مستقر ودائم. أما المحور الثالث فيعنى بتطوير الوكالة ودعم قدراتها العملية من خلال تحسين مهارات رقمنة الخدمات وتعزيز الوسائل والمنشآت لتحسين ظروف العمل والاستقبال.